بالعلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ثم تصدح فيها الجوالات بأنواع المقاطع الموسيقية، لو كانوا يعظمون حرمات الله والله لأغلقوها قبل الدخول، ما وضعوها على الموسيقى أصلا، وبعضهم يخرجها وينظر فيها من المتصل. تريد أن ترد في الصلاة ثم تنشغل بالجوال عن من؟ عن خير من الله تعالى؟ عن خير من الله تعالى؟